مشاهدينا أهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. موسكو تتصدى لمسيرات أوكرانية أطلقت باتجاه القرم، وكييف تعلن تضرر ميناء أوديسا من هجمات روسية. احتجاجات جديدة في تل أبيب ضد تشريع أول قوانين التعديلات القضائية التي دعا إليها نتنياهو. الجيش السوداني يستهدف 4 مواقع تابعة للدعم السريع تضم معسكرات ومخازن أسلحة ومعدات. مع استعداد البلاد لموجة حارة، الصحة الإيطالية تدعو إلى تعزيز الخدمات للمسنين والضعفاء. أعلنت أوكرانيا أن الضربات الروسية صباح اليوم أصابت أجزاء من ميناء أوديسا بأضرار، وكان المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا سيرجي براتشوك قال إن الدفاع الجوي الأوكراني صد هجوما جويا روسيا على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا. وأضاف براتشوك أن مسيرات وربما صواريخ باليستية روسية استهدفت ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك خرسون وزابوريجيا ودينيبرو بتروفسك. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقط 28 مسيرة أوكرانية في غارة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر دفاعاتها الجوية وأنظمتها الإلكترونية. وبحسب الوزارة لم تسبب هجمات الطائرات بدون طيار في وقوع أي إصابات أو أضرار، وجاءت الغارة في أعقاب هجوم من مسيرات أطلقتها كييف على جسر القرم أدى إلى إتلافه وتعطل حركة مرور السيارات. وتنضم إلينا من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة، وينضم إلينا أيضا من أوديسا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك. بداية، يعني كيف هو الوضع في ميناء أوديسا بعد هذه الضربة الجوية التي استهدفته، وما هي حصيلة الأضرار؟ نعم، أهلا بك رجاء، تحية للزميلة كاتيا. في الحقيقة في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدف الاتحاد الروسي مدينة أوديسا ب6 صواريخ كاليبر، ولكن في البداية كان الاستهداف ب20 مسيرة. كما قالت الدفاعات الجوية الأوكرانية أن تم إرسال المسيرات لاستنزاف أنظمة الدفاع الجوي وللكشف عن مواقعها. بعد ذلك تم إرسال 6 صواريخ باليستية من طراز كاليبر نحو مدينة أوديسا. نعم، كان يعني استطاعت قوات الدفاع الجوي أن تسقط جميع الأهداف سواء كان الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، ولكن شظايا سقطت في بعض المواقع من بينها الميناء الجنوبي. هنا حيث نحن الآن بالقرب من الميناء الجنوبي، طبعا هذه أقرب نقطة يمكن أن نصل إليها نسبة لأن السلطات تمنع تصوير الميناء بالكامل وتغلق الميناء وتضرب حواجز أمنية في محيط جميع المواني، وممنوع طبعا التصوير منذ بداية الحرب وحتى الآن بأمر السلطات العسكرية في منطقة أوديسا. في الحقيقة طبعا تعلمين أن الاتحاد الروسي أعلن الانسحاب عن صفقة الحبوب، وهذه الصفقة التي تم توقيعها في كل على حدة، أوكرانيا وقعت مع الأمم المتحدة ومع الجانب التركي، وكذلك الاتحاد الروسي على حدة مع الجانب التركي ومع الأمم المتحدة. أعلن الاتحاد الروسي انسحابه من هذه الصفقة، ولهذا الأمر تداعيات كثيرة سواء كان على الاقتصاد الأوكراني سواء على أسعار الحبوب والقمح والمنتجات الزراعية في طيب جميع أنحاء العالم. يعني ما هي أبرز التداعيات حذيفة؟ ما هي أبرز التداعيات اليوم على وقع وعلى انسحاب الروسي من هذا الاتفاق، اتفاق الحبوب؟ نعم، اسمحي لي أن أبدأ بالآتي. أولا، أوكرانيا منذ بداية الحرب وحتى الآن استطاعت أن تصدر 33 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى العالم. ثلث هذه الكمية ذهب إلى دولة الصين وهي المشتري الرئيسي من دولة أوكرانيا. 44% تذهب إلى الدول الأكثر يعني الدول الأوروبية من بينها إيطاليا وهولندا وألمانيا وفرنسا، هذه الدول
الدول أيضا تشتري كميات من القمح 44% تقريبا، باقي الكمية تذهب إلى بعض الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية وكثير من الدول الفقيرة. طبعا تعلمين أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان قد أطلق مبادرة مساعدة بعض الدول الفقيرة، هنالك دول سوف تعاني، هنالك ارتفاع في الأسعار عندما أغلق الاتحاد الروسي المواني ومنع تصدير الحبوب، ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 20% بعد أن عاد هذا الاتفاق وتم الاتفاق بين الأمم المتحدة والجانب التركي والروسي والأوكراني، انخفضت هذه الأسعار بمجرد الإعلان عن الانسحاب أول أمس من قبل الاتحاد الروسي، ارتفعت البورصة الأمريكية بمقدار 4.5%، وبعد ذلك استقرت إلى 3.3%. دعنا حذيفة نتحول إلى موسكو مع مراسلتنا كاتيا طعمة. يعني كاتيا، اليوم هل هناك أي تصريحات رسمية تتحدث عن الرد الروسي على ضرب يعني واستهداف جسر القرم؟ صباح الخير رجاء. بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قال بشكل واضح يوم أمس أن وزارة الدفاع الروسية تقوم الآن بالتحضير للرد المناسب لهذا الهجوم الإرهابي كما وصفته موسكو. طبعا الهجمات الإرهابية كما تقول موسكو لا تزال مستمرة، اليوم كان هناك استهداف لشبه جزيرة القرم ب 28 مسيرة تم صدها من قبل منظومة الدفاع الجوية الروسية. طبعا كما قال الرئيس الروسي يتم التحضير لهذا الرد. طبيعة هذا الرد حتى الآن نحن لا نعلم كيف ستكون، هل ستكون بتكثيف القصف للأراضي الأوكرانية كما اعتدنا عليها كما حدث في العام السابق عندما تم استهداف جسر القرم، قامت روسيا بتكثيف ضرباتها على الأراضي الأوكرانية باستهداف منشآت ذات طبيعة استراتيجية وعسكرية. طبعا نحن هذا الاجتماع الذي عقده يوم الأمس رئيس روسيا كان مخصصا لهذا الحادث الذي وقع على جسر القرم يوم أمس. اليوم كما تحدث الخبراء لا يزال تجري عمليات التقييم للأضرار التي نزل عن هذا الحادث أو هذا الاستهداف. حتى الآن لم يتم التقييم بشكل كامل المدة التي يحتاجها لترميم الجسر مجددا والتكلفة التي يحتاجها أيضا. نعم، بشكل عام كاتيا، يعني إلى أي حد ساهم ضرب جسر القرم في تعطيل التقدم العسكري الروسي ميدانيا، وأيضا يعني أي مشاكل طرحها على المستوى الميداني في المنطقة؟ يعني حقيقة لم تؤثر هذه الضربة على تقدم القوات الروسية، لأن القوات الروسية هي الموجودة في مناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا في مناطق دونباس. لذلك هذه الضربة هي كانت استهداف كما تعتبره موسكو طبعا لمنشآت مدنية أدت إلى مقتل مواطنين روس كانوا على هذا الجسر أثناء طبعا تنفيذ هذه الضربة. لذلك هي لم تؤثر فعليا على السير العملية الميدانية كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عفوا على سير العملية العسكرية، هي أثرت فقط وهو استهداف فقط إرهابي لا معنى له كما قال بوتين يوم أمس، فقط يستهدف المدنيين ومنشآت مدنية ذات طبيعة مدنية في الأراضي الروسية. رجاء، طيب ماذا عن المستجد الأخير عن انسحاب موسكو من صفقة يعني الحبوب اليوم؟ هل هناك أي تصريحات أو مؤشرات على عودة يعني روسيا من جديد إلى الاتفاق بشروط أو أي شيء من هذا القبيل؟ روسيا كانت واضحة رجاء أنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تم تنفيذ الجزء الذي تضعه طبعا هو الذي شروط روسيا من هذه الصفقة. الجزء الثاني من هذه الصفقة لم يتم تنفيذه وهي الشروط الروسية، وبالتالي روسيا يوم أمس كانت واضحة أنها لن تعود أو لن تجلس إلى أي طاولة محادثات جديدة حول هذه الصفقة، هي فقط ستقوم باستعادة هذه الصفقة فقط في حال تم تنفيذ هذه الشروط التي وضعتها. وكما قال الخبراء اليوم ردا على مطالب زيلينسكي من الجانب التركي بأن يتم استئناف حركة السفن بعد أن توقفت يوم أمس وخرجت آخر سفينة من الميناء، بأن يتم الإشراف عليها فقط من الجانب الأوكراني والجانب التركي، كان خبراء روس قد تحدثوا أن تركيا غير قادرة أو لم يكون لديها الاستطاعة أو القدرة بالسيطرة أو تأمين هذه السفن وخروجها من خلال أسطول الحربي للجانب التركي فقط. روسيا كانت قد خرجت وقالت أنها أيضا لن تقوم بتأمين أي سفينة، في حال خرجت أي سفينة جديدة من الميناء لن تقوم بالإشراف على تأمين هذه
أسفكم كيف حال خروجها طبعا رجاء. طيب نعود الآن من جديد إلى حذيفة وأوديسا، يعني المتواجد الآن في أوديسا. حذيفة، دعنا نتحدث الآن عن المناطق التي صارت تحقق فيها ويحقق فيها الجانب الأوكراني تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة وفي الساعات الأخيرة، وأيضا هل يعني تستطيع اليوم الدفاعات الأوكرانية اختراق يعني الجانب الروسي أو الدفاعات الروسية؟ نعم رجع، في الحقيقة سأبدأ من منطقة باخموت تحديدا، حيث يدور القتال الأشرس في جبهات القتال المختلفة. اليوم صرح ألكسندر سيرسكي وهو قائد القوات البرية الأوكرانية أن روسيا الاتحادية الآن تسحب احتياطاتها من مناطق مختلفة، ولا سيما من دولة بيلاروسيا، وكذلك من اتجاهات مناطق زاباروجا إلى باخموت لتعزيز الدفاعات هناك، وذلك لإيقاف التقدم الأوكراني الذي تحققه القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه باخموت. وكان قد تم الإعلان عن أن القوات المسلحة الأوكرانية من الجانب الشمالي ومن الجانب الجنوبي تتقدم لتعمل على حصار القوات الروسية في مدينة باخموت، ومن العمق هنالك فرق القناصة تقوم بعمليات نوعية في العمق. لذلك يحتاج الاتحاد الروسي إلى مزيد من الاحتياطيات والمزيد من الجنود لإيقاف هذا التقدم. قال أيضا أن الوضع هناك صعب جدا، ولكن السيطرة عليه ممكنة، وما زالت القوات تحقق تقدما. كذلك في اتجاه تافرسكي، واستطاعت القوات المسلحة الأوكرانية أن تحقق تقدما بمقدار كيلومتر و700 متر مربع في هذه المنطقة. تقدمت القوات، والآن في آخر 24 ساعة هي تعمل على تعزيز وتحصين الدفاعات لمزيد من التقدم في الأيام القادمة. طبعا قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإيقاف زحف وتقدم القوات الروسية الذي حققته في اتجاه كوبنسك وفي اتجاه ليمان، الآن منذ عدة أيام لا نشهد أي تقدم للقوات الروسية وتوقفت تماما، ولكن القوات الأوكرانية في تلك المنطقة تدافع ولا تهاجم. هذا بشكل عام. إذا سمحت لي سريعا رجاء أن أعود إلى قضية الحبوب الهامة جدا. طبعا تعلمين أن أوكرانيا لن تستطيع أن تعوض عملية تصدير الحبوب عن طريق المواني الأوكرانية، ولكن هنالك عملية تصدير مستمرة عن طريق نهر الدانوب، هذه عملية التصدير عن طريق نهر الدانوب تواجه تحديات كبيرة جدا، أولها المواعين الأوروبية التي لا تتسع لكمية الحبوب التي يمكن لأوكرانيا أن تشحنها خلال العام. تستطيع أن تستقبل أوروبا فقط 12 مليون طن في السنة في العام، بينما تستطيع أوكرانيا أن تشحن 7 ملايين في الشهر الواحد. أيضا هنالك 45 دولة أفريقية وأسيوية وبعض الدول العربية التي ليس لديها مخزون استراتيجي، وهي تعتمد على الشراء في فترات قصيرة جدا، وهذه الدول ستتضرر بشكل مباشر جدا من إيقاف هذه الاتفاقية ومن توقف عملية التصدير إلى هذه الدول. طبعا الجانب الأوكراني يعني أمر هام أخير، الرئيس فلاديمير زيلينسكي أرسل إشارات إلى الأمم المتحدة وإلى تركيا أنهم يستطيعون المضي في هذه الاتفاقية دون روسيا، وهو ينتظر منهم الرد. طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من أوديسا مراسل العربية حذيفة عادل، ونشكر أيضا مراسلة العربية من موسكو كاتيا طعمة، شكرا جزيلا لكما. يبدو أن الشعرة التي قصمت ظهر صفقة الحبوب كانت بسبب تفجيرات جسر القرم الأخيرة، والذي دمرته جزئيا للمرة الثانية منذ بدء الصراع. روسيا بالطبع لم تمهل أوكرانيا كثيرا، فهي لم تمدد اتفاق الحبوب فحسب، وإنما ردت عليها بقصف ميناء أوديسا باستخدام طائرات مسيرة، هذه هي الطائرات المسيرة، أو ربما بصواريخ باليستية. روسيا تذرعت بأن مطالبها من هذه الاتفاقية لم تحقق، لكن أوكرانيا أمام هذا الوضع أبدت استعدادا من أجل المجازفة بسفنها، معلنة عن رغبتها بالاستمرار في تصدير حبوبها عبر البحر الأسود، سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها. بدورها نددت الأمم المتحدة بقرار موسكو، قرار سيضع مئات الملايين عبر العالم على شفا أزمة جوع كارثية لا تحمد عقباها. أشعر بخيبة أمل شديدة لأن اقتراحي ذهب هباء. إن قرار روسيا سيوجه ضربة إلى المحتاجين في كل مكان، لكنه لن يوقف جهودنا لتسهيل وصول المنتجات الغذائية والأكل.
أوكرانيا وروسيا بلا عوائق إلى الأسواق العالمية. الخارجية الأمريكية بدورها وصفته بغير العقلاني ودعت إلى إعادة العمل بالاتفاق في أسرع ما يمكن. أما المفوضية الأوروبية فاعتبرت القرار مشحفا بحق الكثيرين. في حين طالبت روسيا بوقف ما اعتبرته ابتزازا للأمن العالمي الغذائي. صفقة لم تكمل عاما واحدا، ففي يوليو من العام الماضي وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية الحبوب برعاية أممية وبوساطة تركية، وذلك بهدف ضمان شحن الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود بسبب الحرب. حينها وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف هذا الاتفاق بكونه منارة أمل، لكن هذه المنارة أطفأتها روسيا وأوصدت الموانئ برفض التمديد. وتعود أهمية الاتفاق تعود إلى موقع أوكرانيا في سوق الحبوب العالمية، إذ تعد واحدة من أكبر موردي الحبوب، حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على الحبوب الأوكرانية وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي. إذن انهار الاتفاق وسيطرت مشاعر القلق على المزارعين، وأصبح مصير استمرار أوكرانيا في شحن الحبوب إلى دول العالم بنفس المعدلات الحالية غامضا. وسيمثل ارتفاع تأمين سفن الشحن إشكالية كبيرة، إذ قد تتوقف بعض شركات الشحن العالمية على نقل الحبوب. وإذا ذلك قد يطرح البعض خيار نقل الحبوب الأوكرانية برا بكونه الملاذ المناسب، بيد أن هذا الخيار لن يكون بديلا كافيا، لأنه لا يوجد عدد كاف من عربات الشحن اللازمة لتصدير جميع الحبوب الأوكرانية برا. وهنا وجد الرئيس الأوكراني نفسه مضطرا لإكمال الاتفاقية ولو بدون روسيا، معتبرا ما فعلته جنونا عليهم أن يتحملوا منه. لكل فرد الحق في الاستقرار، لأفريقيا الحق في الاستقرار، ولآسيا وأوروبا كذلك. لذا يجب علينا جميعا ضمان الأمن والحماية من الجنون الروسي. مبادرة حبوب البحر الأسود يجب أن تستمر في العمل ولو بلا روسيا. حينها سيكون الاتفاق مع تركيا والأمم المتحدة والاتفاقية ما تزال سارية المفعول. الشيء الوحيد المطلوب الآن هو تنفيذها بعناية والضغط حاسم عالميا على الدولة الإرهابية. ومن موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي أندري أونتيكوف. أهلا وسهلا بك أستاذ أندري. سيد أندري، بداية، يعني ما هي عواقب هذا الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب على الاقتصاد العالمي؟ طبعا يقال كثيرا بأن الاقتصاد العالمي سيتضرر، ولكن يعني نحن نعلم أن أكثرية تلك الحبوب قد وصلت ليس إلى الدول الفقيرة، بل كذلك قبل كل شيء إلى الدول الأوروبية، أي الدول الغنية. فلذلك كل تلك الحديث بأن يعني سيساهم هذا القرار الروسي في انتشار المجاعة في العالم هي الحديث غير صحيح. ويعني بصراحة تلك الحديث يعني تدور كأن قبل هذا الاتفاق لم تكن هناك الأزمة الغذائية في العالم. نحن نعلم أن قبل العملية العسكرية في أوكرانيا كان هناك الأزمة، وكان هناك دول الفقيرة التي عانت من نقص المواد الغذائية، ولكن حاليا نحن ما نراه هي محاولات الغربية وللأسف الشديد الأممية لشيطنة روسيا. بدلا من شيطنة روسيا، أنا أعتقد أن من الأفضل لو دخلت حيز التنفيذ المطالب الروسية، والتي فعلا
المطالب حول تصدير كذلك الحبوب الروسية طيب ما هي والأسمدة المطالب التي الروسية. يعني تنتظر روسيا أن يتم الاستجابة إليها، وما هو الشق الذي يزعج روسيا الآن والذي لم يتم تنفيذه ضمن هذا الاتفاق وعلى إثره اتخذت هذا القرار؟ المطالب كانت تدور حول ضرورة رفع العقوبات الغربية عن قطع الزراعي والأسمدة الروسية لكي تستطيع روسيا أن تصدر تلك المواد الغذائية إلى الخارج بدون المشاكل، بدون إيجاد طرق الثالثة والأطراف الوسيطة. كذلك المطالب الروسية كانت تتعلق ب يعني إعادة الربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت مجددا، وتم طرد هذا البنك الزراعي الروسي من هذا النظام مع بدء العملية العسكرية، فلكي تستطيع روسيا أن تحصل على المكافآت مقابل هذه الحبوب. فلذلك لو دخلت هذه المطالب الروسية حيز التنفيذ لما كان هناك أي مشاكل. حتى طيب ما الضمانات؟ يعني ماذا عن الضمانات الملموسة التي قد تعيد روسيا اليوم إلى هذا الاتفاق من جديد؟ أنا ذكرت تلك المطالب، فروسيا قالت بأنها منفتحة للحوار، فيمكن أن نناقش هذه المطالب لكي تستطيع روسيا أن تصدر الحبوب. هذا سيساهم في إيجاد حل لمجاعة في العالم حول الأزمة الغذائية، وكذلك هذا سيتوافق للمصالح الروسية للمطالب الروسية، فيمكن أن نعود إلى الاتفاق الحبوب ونرسم الاتفاق الحبوب الجديد. ولكن من جديد أقول يعني اتضح الأمر بأن تم تنفيذ المطالب الأوكرانية، الشروط الأوكرانية، بينما تجهلت المطالب الروسية بشكل نهائي وقطعي. طبعا هذا الأمر غير المقبول بالنسبة لموسكو، فحصل ما حصل. طيب بأي دور الآن يمكن أن تلعبه أنقرة من جديد في عودة موسكو إلى طاولة المفاوضات والحوار، وطبعا وفي الحصول على الضمانات الكافية من أجل العودة إلى هذا الاتفاق؟ نحن بالتواصل مع أنقرة. أنقرة لعبت دورا إيجابيا في التوصل إلى اتفاق الحبوب، ولكن لا ننسى أن لدى أنقرة دور الوسيط فقط ليس أكثر. الأوراق لتنفيذ هذا الاتفاق على الأرض هي ليست في أنقرة، بل هي في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. من جديد أقول الأمر لا يتعلق بالاتفاق بالنص الاتفاق، بل الأمر يتعلق بضرورة رفع العقوبات عن قطاع الزراعي الروسي وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بالنظام سويفت. هذه الصلاحيات هي في يد أمريكا والدول الأوروبية، ليس في يد أنقرة. طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا لك. لم ينتظر العالم طويلا ليرى تداعيات قرار الكرملين رفض تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. الجيش الأوكراني أعلن قيام الدفاع الجوي بصد هجوم جوي روسي استهدف ميناء أوديسا ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا بالمسيرات وربما حتى بالصواريخ البالستية. الرد الروسي جاء ليلة انتهاء اتفاق الحبوب، وبعد ساعات من هجوم أوكراني دمر جزئياً للمرة الثانية منذ بدء الحرب الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. الهجوم على جسر القرم عمل إرهابي سترد عليه روسيا بالتأكيد، ووزارة الدفاع تعد اقتراحات ملائمة. تهديدات سيد الكرملين فلاديمير بوتين لم تردع كييف، وتحديها له لم يقتصر على انفجارات جسر القرم، فالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أكد أن بلاده ستستمر في تصدير حبوبها عبر البحر الأسود سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية أم لم تعطها. أزمة الحبوب تنذر أيضاً بعواقب وخيمة من نوع آخر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جهته اتهم موسكو بتسليح الغذاء، ورأى أن تراجعها عن الاتفاق سيجعل وصول الغذاء إلى الأماكن المحتاجة أكثر صعوبة، إضافة إلى زيادة الأسعار. بدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عبر عن أسفه لقرار روسيا واعتبره يشكل ضربة للمحتاجين. تكلفة المعيشة العالمية تواجه أزمة، إننا نشهد بالفعل قفزة في أسعار القمح هذا الصباح. بعد تعليق اتفاق الحبوب وبين تهديد كييف ووعيد موسكو،
مراقبون لفتوا إلى أن 500 مليون شخص على مستوى العالم باتوا أيضاً في مرمى الخطر. تشتعل إسرائيل بالمظاهرات ضد خطة تغيير النظام القضائي التي تلهب الشارع مع أول تقييد لصلاحيات المحكمة العليا، وتزامنا مع احتقان الطرقات في عدة مدن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجريا مكالمة دعا فيها بايدن نتنياهو إلى زيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي. وكان بايدن قد أرجأ تقديم الدعوة لقلقه من مشروع قانون التعديلات القضائية الذي طرحته حكومة نتنياهو، فيما اتهمت المعارضة الإسرائيلية اتهمت حكومة نتنياهو بأنها خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية. هذا ويخطط منظمو الاحتجاجات الأعمال المتنوعة والحازمة تهدف إلى وضع حد لخطة تغيير النظام القضائي، وبحسب المنظمين فإن احتجاجات ما أسموه بأيام التشويشات أو أيام المقاومة ستشهد أسبوعا غير مسبوق من الغضب والعصيان في شوارع إسرائيل. في إسرائيل دائما يوم شلل جديد، أغلق فيه المتظاهرون شارع الساحل لساعات قبل إعادة فتحه، وحاصروا مبنى وزارة الدفاع تل أبيب ومقر البورصة احتجاجا على مضي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عملية تشريع أول قوانين خطة تغيير نظام القضاء في البلاد. ينضم إلينا من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك. بداية، يعني كيف هو زخم الاحتجاجات اليوم وإلى أين تتجه هذه الاحتجاجات؟ نعم، المشاركة ليست كبيرة جدا لطبيعة التحرك والاحتجاج. عمليا الحديث ليس عن مظاهرات عادية وإنما عن تأطرات في عشرات المواقع ومحاولة إغلاق طرق ومؤسسات إسرائيلية تباعا، بمعنى إغلاق وإعادة فتح وهكذا. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 متظاهرا حتى الساعة منذ ساعات الصباح. التركيز الأساسي للمحتجين، يعني عشرات الآلاف يتحركون في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل حاليا. كما أسلفت في المقدمة، فعلا تم محاصرة وزارة الدفاع وتعليق أيضا لافتات ضد وزير الدفاع الإسرائيلي تحديدا، ويتهمه الآن المحتجون بأنه سيتسبب بتفكيك الجيش وانهياره في ظل تهديد ضباط من سلاح الجو الإسرائيلي. نعم. ورفض المئات حاليا من الوحدات، من أفراد الوحدات الخاصة، العودة إلى أو المشاركة العسكرية في الوحدات. بالتالي هذا سيستمر وصولا إلى ساعات المساء. ستكون هناك مظاهرة مركزية كبيرة في تل أبيب، يغلق شارع كابلان كما هي العادة. طيب، بالنسبة للمعارضة، يعني ما الذي يدفع اليوم المعارضة إلى التمسك برفضها لمقترحات الحكومة الإسرائيلية بتغيير أو إجراء مجموعة من التغييرات والتعديلات على ملف الإصلاح القضائي؟ ما الذي يدفع إلى هذا التمسك؟ لأن الشارع في إسرائيل ليس ساذجا، بمعنى هو يدرك بأن لا وجود لدستور في إسرائيل، وهي تختلف عن دول أوروبية وعن الولايات المتحدة في هذا الموضوع. وبالتالي الكابح الوحيد الذي يمكن أن يلجم سيطرة وقدرة الحكومة والكنيست هو فقط المحكمة العليا في إسرائيل. إن تغير ذلك، هذا يعني بأن الحكومة تستطيع أن تتخذ قرارات شمالا ويمينا كما يحلو لها. ولهذا ترين أن هذه الاحتجاجات عنيدة، وهي ليست للمعارضة، ليس اليسار الإسرائيلي فقط من يخرج، ثلث اليمين الإسرائيلي يشارك في هذه المظاهرات ضد حكومة اليمين. نحو 60% من الإسرائيليين قالوا
قالوا في استطلاعات الرأي أنهم يعارضون خطة نتنياهو، وذلك أيضا للاعتقاد بأنها الكثير من جوانبها هو للإفادة الشخصية لنتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا فساد، ولبعض الوزراء في اليمين واليمين الديني. طيب، كنت تحدثت زياد يعني في مراسلة سابقة هذا الصباح عن كون المحتجين سيتوجهون إلى سفارة واشنطن وسيحاصرونها. ما الذي ينتظره المحتجون اليوم من واشنطن ضمن هذا الملف؟ حاليا ما يمنع بايدن عن تحديد يعني موعد محدد لدعوة نتنياهو، ولم يلتقي حتى اليوم خلافا لما يحدث الآن في واشنطن. الرئيس الإسرائيلي موجود في البيت الأبيض اليوم عند 8 مساء بالتوقيت المحلي، سيلتقي بايدن. الضغط الأمريكي بدأ مع بداية هذه الاحتجاجات، الضغط الأمريكي بدأ عمليا على الحكومة الإسرائيلية، لأن نتنياهو وعد بايدن وأخلف وعده أكثر من مرة، وعده بوقف هذه التشريعات وفقط العودة إليها بعد التوافق مع المعارضة. هذا لم يتم وبدأ التشريع فعليا، لهذا هناك غضب أمريكي شديد يستغله المحتجون، يريدون عمليا أن تكون الشرخ أكبر بين البيت الأبيض وبين حكومة نتنياهو في هذا الصدد. طيب، نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حسب مسؤولين أمريكيين، مقاتلة روسية تحلق بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية في الأجواء السورية. مشاهدينا نرحب بكم من جديد، ونتابع الآن هذه الصور المباشرة لمحاولة السيطرة على حرائق قرب أثينا، ونتابع هذه الصور المباشرة من اليونان ومحاولة فرق الإطفاء على السيطرة على حرائق غابات قرب أثينا. طيب، نتابع دائما اشتعال مجموعة من الغابات قرب أثينا. حرائق أتت على مساحات كبيرة من الغطاء الغابوي في المنطقة. نتابع أيضا تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة بالتزامن طبعا مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في المنطقة. وهذه الحرائق أسفرت عن العديد من الخسائر المادية، خسائر امتدت لتشمل تدمير مجموعة من المنازل في المنطقة. وكالة الفضاء الأوروبية قالت إن أوروبا قد تسجل هذا الأسبوع أعلى درجات حرارة فيها على الإطلاق، تحديدا في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. في موضوع آخر، أعلن مسؤولون أمريكيون عن تحليق مقاتلة روسية بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية في الأجواء السورية، والأمر الذي دفع بالطائرة الأمريكية على المناورة والمرور معرضة حياة أفراد الطاقم الأمريكيين 4، معرضة حياتهم للخطر. وأضاف المسؤولون أن اعتراض الطائرة الروسية أعاقت قدرة الطاقم الأمريكي على تشغيل طائراتهم بأمان، ووصفوا الحادث بأنه مستوى جديد من السلوك غير الآمن الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث أو خسائر في الأرواح.
أفادت مصادر عسكرية سودانية باستهداف 4 مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرق النيل الخرطوم بحري بهجوم نفذه سلاح الجو السوداني. وأضافت المصادر أن المواقع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة والمعدات، كما تم تدمير 4 راجمات صواريخ لعناصر الدعم السريع بمدينة بحري بغارة جوية شنتها قوات الجيش، وكان يستخدمها الدعم السريع في قصف مدينة أم درمان. قد ظهر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان في لقطات مصورة نادرة نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على موقع تويتر، بينما كان يترأس اجتماعا يضم قادة الجيش مساء أمس الاثنين. من القاهرة ينضم إلينا عادل سيد أحمد الإعلامي والمحلل السياسي السوداني. أهلا وسهلا بك سيد عادل. سيد عادل، تابعت معنا هذه الصور للقائد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يعني ما الدلالات التي يعطيها ظهوره ضمن هذا الفيديو؟ هل يصر اليوم الجيش السوداني على الاستمرار في القتال الميداني دون العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وهل أيضا يعني سنشهد في الأيام المقبلة أي تغيير في الاستراتيجية العسكرية للجيش السوداني ميدانيا؟ شكرا جزيلا، التحية لمشاهدي العربية. أنا أعتقد أن ظهور قائد الجيش هو ظهور ميداني من الدرجة الأولى، وقصد من ورائه رفع الروح المعنوية لغادة الجيش الذين التقى بهم. ولكن من الملاحظ أن ظهور الرجل ظهر بكامل الأناقة العسكرية، وظهر بشكل مرتاح جدا، وهذه أنا أعتقد، أنا لا أقول ذلك تحيزا لطرف، لأننا نحن كإعلاميين نحاول بقدر الإمكان أن نقترب من المواطن السوداني الذي يعاني من هذه الحرب العبثية اللعينة. ولكن هناك دراما بدأت تظهر في حرب الجيش في مواجهة الدعم السريع. الدراما تتمثل في التنافس بين قائدي الجيش والدعم السريع في الظهور. فها هو حميتي يظهر أمس عبر تسجيل صوتي، وها هو البرهان يظهر عبر تسجيل صورة مباشرة فيديو. أنا أعتقد أن كل طرف يحاول بقدر الإمكان أن يقول أنني موجود في الميدان وأستطيع أن أفعل ما أشاء، ولكن في ذات الوقت هذا لا يعني رفضهما للحوار، بيد أن مفاوضات جدة الآن في مرحلة الانطلاق مجددا. والجديد فيها أن لغة الجيش فيما يتعلق بالتعاطي مع الحوار والتفاوض أصبحت لغة جديدة ولغة جيدة، هي لغة حوار. عبر عنها مساعد قائد الجيش كباشي بأنهم يقبلون بالجلوس والتفاوض، بل ذهب أبعد من ذلك بحيث أنه قال إنهم يقبلون التفاوض المباشر، وهذا تطور جديد أنا أعتقد أنه أملته بعض الضرورات. طيب، أي فرص تتيحها الجولة المقبلة لمفاوضات جدة لجعل الطرفين يعني يهدئان من الوضع ويوقفان هذا القتال واشتعال المعارك على الميدان؟ أنا أعتقد أن عوامل كثيرة ستلعب دورا في جنوح الطرفين للسلام والحوار. تلك العوامل متمثلة في محصلة المبادرات ابتداء من جدة مرورا بالإيجاد وانتهاء بالقاهرة،
كل هذه المبادرات تدعو إلى وقف إطلاق النار والتفاوض، وهذا يشكل ضغطا سياسيا على الطرفين، بالإضافة إلى الضغوط التي تأتي الآن من الغرب، سواء كانت العقوبات الأمريكية أو العقوبات البريطانية. واللافت أيضا أن هنالك إشارة خطيرة جدا يحسب لها الطرفان حسابا، وهي ظهور الأمم المتحدة عبر محكمة الجنايات الدولية. أنا أعتقد أن كل هذه العوامل سيدتي الفاضلة ستلعب دورا كبيرا جدا في تحريك ملف التفاوض في جدة إلى الاتجاه الإيجابي وإلى الاتجاه المطلوب. طيب، نشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة عادل سيد أحمد الإعلامي والمحلل السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك. وقعت السعودية وتركيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت المذكرات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر. كما وقع عقدان مع شركة بايكر التركية متخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قال إنه بموجب العقدين مع الشركة فتستحوذ وزارة الدفاع على طائرات المسيرة بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مباحثات أوروبية تونسية حول أزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط. وإلى أزمة المهاجرين المتفاقمة تحديدا في تونس وساحلها الذي يعج بالفارين غير النظاميين. أوضح دبلوماسي أوروبي للعربية أن مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين أوروبا وتونس تقتضي المصادقة عليها من قبل مجلس مندوبي دول الاتحاد الأوروبي 27، وكذلك مصادقة البرلمان الأوروبي عليها، علما بأن الاتفاق الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس سيتيح تحكما أفضل بالهجرة غير النظامية، حيث أكد مجلس أوروبا على وجوب وضع ضمانات حقوقية شاملة في أي اتفاق حول الهجرة بين الدول الأوروبية والدول الأخرى منها تونس. طيب، من بروكسل معنا مراسل العربية نور الدين الفريدي. أهلا وسهلا بك نور الدين. نور الدين، حدثنا أكثر عن ما الذي تنتظره تونس من هذا الاتفاق، وأيضا ما الذي يستدعي أن توفره تونس للاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق؟ يعني في هذه المرحلة لا نزال تقريبا في بداية مسارات عدة. المسار الأول الذي ستشق هذه الوثيقة مثلا صباح اليوم في بروكسل، عندما ستستمع لجنة الشؤون الداخلية والحريات المدنية في البرلمان الأوروبي لعضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن ملف الهجرة وعن الشؤون الداخلية حول هذه الوثيقة. هذا جانب فقط، وهناك جلسات أخرى في البرلمان الأوروبي يمكن أن تثار فيها قضايا حقوق الإنسان، سواء كان بالنسبة للمهاجرين أو بعض القضايا السياسية الأخرى في تونس. هذا على جانب البرلمان. من الجانب الآخر، وليس بعيدا من مكتب العربية، المجلس أو مندوبية دول الاتحاد الأوروبي هم أيضا سيدرسون هذه الوثيقة بتفاصيلها وبآراء، سواء كان ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية أو بآراء الدول، وخاصة التفاصيل التي سيتم وضعها تباعا فصل بعد الفصل. طيب، نعم. ما تعلمه العربية تقريبا أن على مستوى الدول المصادقة ستكون تقريبا شبه مضمونة، لأن الوثيقة عندما وقعت في قرطاج يوم الأحد المفوضية كانت مكلفة من القمة الأوروبية بمعنى أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي بإبرام هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية مع تونس. لكن الآن المسألة تتعلق بتفاصيل كثيرة، وحتى لا نخلط الأمر بالنسبة للمشاهد الكريم، يجب الفصل بين ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي والطاقة، هذا منفصل تماما
عن ملف الهجرة اللي هو ملف حساس طبعا ومهم مثل الملفات الأخرى. تفضلي. طيب سيد نور الدين، يعني هناك أيضا حديث عن تردد الرئيس التونسي اليوم في الدخول في هذا الاتفاق، يعني ما الذي يجعل الرئيس التونسي يتردد للدخول فيه وسط طبعا ضغوط داخلية للتونسيين حول هذا الموضوع؟ طبعا نحن في بروكسل ولا نتحدث نيابة عن رئيس الدولة التونسية. إنما ما هو معلوم أن ملف الهجرة هناك التزامات في هذه الوثيقة الموجودة أمامنا، لكن نتحدث عن الاتفاق ثلاث صفحات ونصف الصفحة دائما. في هذه نعم عن التفاعل مع هذا الاتفاق، خاصة البند المتعلق بالهجرة في نعم البند المتعلق بالهجرة يتضمن بعض النقاط الحساسة التي تتعلق، على سبيل المثال واحدة من التزامات تونس أنها ملزمة أن تستعيد رعاياها التونسيين الذين يقيمون في أوروبا بصفة غير شرعية، وتقول الوثيقة أن هذه العودة، عودة التونسيين أو ترحيلهم من أوروبا إلى تونس، يجب أن تكون وفق مقتضيات القانون الدولي ومسائل حقوق الإنسان وكرامة هؤلاء. في المقابل الاتحاد الأوروبي يلتزم بمساعدة تونس على ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا تونس بصفة غير شرعية، أن يساعد الاتحاد الأوروبي تونس على عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية في نطاق الكرامة الإنسانية. هناك أيضا مسائل مهمة يجب التأكيد عليها وردت في الوثيقة، من أن تونس أكدت للاتحاد الأوروبي أنها لن تكون لا تقبل أن تكون وترفض أن تكون مقرا لإقامة المهاجرين غير الشرعيين، لأن تردد وجود مخيمات غير ذلك، وبالتالي هذا الموضوع محسوم في هذه الوثيقة. وهناك أيضا التزام من أن تونس تحمي حدودها فقط. تفضلي. نشكرك جزيلا، كنت معنا من بروكسل مراسل العربية نور الدين الفريدي، شكرا جزيلا لك. أشعلت منارة مسجد السراجي في قضاء أبي الخصيب الواقعة في محافظة البصرة والتي يعود تاريخ بنائها إلى نحو 300 عام، أشعلت حربا من البيانات والتصريحات بين محافظ البصرة والوقف السني بعد هدمها وتحويلها إلى أنقاض. الزميل سامر الكبيسي يطلعنا على المزيد من التفاصيل من البصرة. هنا في قضاء أبو الخصيب ظلت شاخصة نحو 300 عام مضت، لكن قرارا مجحفا بحقها حولها إلى أنقاض. 3 أمتار تطل بها على الشارع الرئيس كانت كفيلة لهدم منارة جامع السراجي بداعي التوسعة وتحديث الشارع. سويت منارة جامع السراجي إلى الأرض ليلاً لتشعل معها حرباً من التصريحات والبيانات بين الوقف السني ووزارة الثقافة والآثار من جهة ومحافظ البصرة من جهة أخرى. أبلغنا الوقف السني قبل أسبوع أن ماضين بهدم هذا المسجد وإعادة بناء بمسجد جديد يكون من أفضل المساجد بطراز حديث ولائق. على الجانب الآخر ما زال الوقف السني متمسكاً بروايته بأن اتفاقاً مسبقاً مع المحافظ يتم من خلاله نقل المنارة إلى مكان آخر وليس هدمها. يطالب ديوان الوقف السني أولاً بإعادة بناء المسجد، وثانياً أيضاً إمكانية إعادة بناء المئذنة التي سويت باعتبار أنها أن عمرها يقارب 300 عام، وأيضا يطالب بكشف الحقائق خلف هذا الإجراء باعتبار أن الاتفاقات كانت قد تمت على أن تقسم هذه المئذنة إلى 4 أقسام. الشارع البصري انقسم بين مؤيد ورافض لعملية إزالة هذه المنارة، لكنه في ذات الوقت أكد أن إقامة هذا الطريق الجديد بات ضرورة ملحة في أبي الخصيب. المنارة جامع السراجي هي اللي ضايقت الشارع، يعني جاي يشوفون مساحة الشارع حسا صارت حرام. بيت الله هذا والله ما يتبلش، وكنت بقى يحقون حرام، بيت الله يتبلش حرام. المنارة أبنيها بغير مكان، أبنيها بغير مساحة فاضية موجودة. أنقاض وذكريات هو كل ما تبقى من منارة السراجي ومسجده في قضاء أبو الخصيب. سامر الكبيسي، العربية، البصرة. you
حثت وزارة الصحة الإيطالية على تعزيز خدمات الزيارات المنزلية للمسنين والأشخاص الضعفاء حتى لا يضطروا إلى الخروج في حالة الحاجة إلى الرعاية الطبية. ومع استعداد البلاد لأسبوع حار بدرجات حرارة من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية، هذا وتقوم فرق الصليب الأحمر بتوزيع زجاجات مياه إضافية وسط مدينة روما خلال غروب الشمس بحثا عمن يحتاجون إلى مساعدة. بينما تكافح إدارة الإطفاء الأمريكية تكافح 4 حرائق غابات على الأقل في جنوب كاليفورنيا، ورصدت مقاطع فيديو كيف عكر الدخان الكثيف سماء مقاطعة ريفرسايد. مشاهدينا، ختام هذه النشرة، إلى العناوين. موسكو تتصدى لمسيرات أوكرانية أطلقت باتجاه القرم، وكييف تعلن تضرر ميناء أوديسا من هجمات روسية. احتجاجات جديدة في تل أبيب ضد تشريع أول قوانين التعديلات القضائية التي دعا إليها نتنياهو. الجيش السوداني يستهدف 4 مواقع تابعة للدعم السريع تضم معسكرات ومخازن أسلحة ومعدات. ومع استعداد البلاد لموجة حار كبير، الصحة الإيطالية تدعو إلى تعزيز الخدمات للمسنين والضعفاء. مشاهدينا، نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم عند رأس الساعة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.